السلام عليكم استاذ سامي. ثم على التمرين 5 امتحان جهوي لنشاط السبت الاعدادي لجهه سوبر لجهه قلمين واد نون. التمرين 5 يعني دوره يونيو 2018. عندنا او ا بي رباعي الاوجه، قاعدته مثلث، مثلث ا بي سي. ا بي سي قائم زاويه في الراس ا ومتساوي الساقين في ا، يعني الا خدينا ا سي فهي كتساوي ا بي، و ا الارتفاع ديالو يعني هو عمود على مستوى ABC، بحيث BC كتساوي 2.5 سنتيمتر و OB كتساوي 4 سنتيمتر. أول حسب المسافة AB، باش نحسب المسافة AB بما أنه مثلث قائم زاوية اللي غنستعملو مرانات فيثاغورس، إذا حساب مسافة AB لدينا ABC مثلث قائم الزاوية ومتساوي ساقين في فئة حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة. فإن إذا أخدنا بي سي أس اتنان يعني الوتر، بما أنه قائم زاوية فئة، إذا الوتر أس اتنان كيساوي هذا أس اتنان زائد هذا أس اتنان، يساوي أ أس اتنان زائد أ بي أس اتنان. هنا عندنا أ بي كتساوي ا سي لان المثلث قائم متساوي الساقين في ا، لان ا بي سي متساوي ساقين في ا، يعني الضرب الى قائم زائد فهو متساوي الساقين في ا. اذا غادي نعوضو ا سي ب ا بي، اذا ا بي اس 2 زائد ا بي اس 2 كتساوي بي سي اس 2، اذا بي سي اس 2 كتساوي ا بي اس 2 زائد ا بي اس 2 هي 2 ا بي اس 2. نعوضو بي سي بالقيمه ديالها اللي هي 2 جذر مربع 2 سنتيمتر، إذا هي 2 جذر مربع 2 أس 2 تساوي 2 أ بي أس 2. إذا هنا 2 هي 2 هي 2 أس 2 هي 4 ضارب 2 جذر مربع 2 أس 2 هي 2 تساوي 2 أ بي أس 2، نقسمو على 2، إذا 4 ضارب 2 مقسومة على 2 كتساوي أ بي أس 2، نختزلو بها عندنا 4 كتساوي أ بي أس 2. إذا ا بي كتساوي جذر مربع 4 كتساوي 2 سنتيمتر. ثم استنتج مساحة المثلث ا بي سي هي 2 سنتيمتر مربع. ثم هنا مساحة المثلث ا بي سي، بما ان مثلث قائم الزاوية في ا هي قائم زاوية متساوية، إذا مساحة المثلث أ بي سي، إذا الارتفاع ديالو هو أ بي ولا بي سي بحال ولا أ سي بحال بحال سي، وهذا هو إذا إلا كان هذا الارتفاع غادي يكون القاعدة، لأن عندنا زاوية قائمة عندنا الارتفاع وعندنا القاعدة. إذا كتساوي أ بي ضارب أ سي مقسومة على 2، معنى مثلث قائم زاوية يعني أ بي كتساوي أ سي، يعني هي أ بي ضارب أ بي مقسومة على 2 تساوي 2 ضارب 2 على 2، اختزلو ب2 غتبقى عندنا 2 سنتيمتر مربع. ثم السؤال الثالث بين أن أو أ كتساوي 2 جذر مربع 3، واستنتج حجم الرباعي أوجه أ أ بي سي. إذا هنا عندنا نفس الشيء، أو أ فهو الارتفاع في المثلث، إذا فهو الارتفاع يعني عمودي ولا إذا عمودي على أو بي وعمودي على أ بي وعمودي على أ سي، إذا غادي ناخدو المثلث أو بي فهو مثلث قائم زاوية في الراس أ، الوتر هو هذا وهادو ديال عيد الزاوية القائمة. السؤال الثاني لنحسب أو أ، إذا لدينا أ أو بي، إذا أ أو بي مثلث قائم الزاوية في أ حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة، فإن إذا الوتر في هذه الحالة هو أو بي، إن هذا الوتر ذو ضلع الزاوية يعني أو بي أس 2 كتساوي هذه أس 2 زائد هذا أس 2، إذا أو بي أس 2 كيساوي أ بي أس 2 زائد أو أ أس 2. أو بي أس 2 فهي كتساوي 4، إذا أو بي فهي كتساوي 4،
إذا 4 أس 2 تساوي أ ب، فهي 2 نحسبناها هي 2 أس 2 زائد أ، إذا 16 تساوي 4 زائد أ أس 2، إذا 16 ناقص 4 كتساوي أ أس 2، إذا 16 ناقص 4 هي 12 كتساوي أ أس 2، إذا أ كتساوي جذر مربع 12، وهنايا نبسطوها، إذا هي 4 ضارب 3 كتساوي جذر مربع 4 ضارب جذر مربع 3، جذر مربع 4 هو 2 جذر مربع 3، إذا أ كتساوي 2 جذر مربع 3 سنتيمتر، هذا هو المطلوب منا. ثم غادي نحسبو الحجم الرباعي، حجم الرباعي الأوجه أو أ بي سي، إذا حجم الرباعي أو أ بي سي عندنا في كتساوي ولا بي أو أ بي سي يساوي 1/3 ضرب المساحة ديال المثلث أ بي سي اللي هو قائمة الزاوية ضارب الارتفاع اللي هو أو أ، إذا 1/3 ضارب المساحة ديال المثلث حسبناها كان فيها جوج ضارب أو أ ها هي 2 جذر مربع 3، 1 ضارب 2 ضارب 2 هي 4 جذر مربع 3 على 3 سنتيمتر مكعب. ثم السؤال 3، نعتبر النقاط أ بريم و بي بريم و سي بريم من القطاع أ و بي و أو سي على التوالي، حيث أ بريم على و كتساوي أو بي بريم على أو بي تساوي أو سي بريم على أو سي، وحجم المجسم أ بريم بي بريم سي بريم هي أ بي. مثلا عندكم عندنا النقطة، هنا النقطة أ بريم، هنا عندنا النقطة بي بريم، هنا عندنا النقطة سي بريم. هنا بما أن أو أ بريم على أو أ كتساوي هذه على هذه، يعني إلا خدينا المستقيم أ أ بريم بي بريم فهو كيوازي المستقيم أ بي، والمستقيم أ بريم سي بريم فهو كيوازي المستقيم، عفوا هنا غتكون عندنا بي بريم، هنا غتكون عندنا سي بريم، إلا خدينا مستقيم أ بريم بي بريم فهو كيوازي مستقيم أ بي، المستقيم أ بريم سي بريم كيوازي المستقيم أ سي، والمستقيم بي بريم سي بريم كيوازي المستقيم بي سي. يعني إلا خدينا المستوى أ بريم بي بريم سي بريم فهو كيوازي المستقيم مستوى أ بي سي، داكشي علاش قاليك بأن هادو أو أ بريم على أو أ كتساوي أو بريم على بي بريم. هنا الدرس ديال المباراة على التاليس، هنا مطلوب منا وحجم المجسم أ بريم بي بريم سي بريم و أ بي سي هو 37 جذر مربع 3 على 840 سنتيمتر، احسب حجم الرباعي أوجه. إذا إلا خدينا أو أ بريم بي بريم سي بريم هذا الحجم هو الحجم ديال هذا كامل، يعني ديال أو أ بي سي ناقص الحجم ديال المجسم أ بريم بي بريم أ بريم بي بريم سي بريم أ بي سي. لنحسب حجم الهرم أو حجم رباعي الأوجه الأوجه أو أ بي سي و أ بريم بي بريم، لدينا حجم الهرم أو أ بي سي يساوي حجم الهرم ديال أو أ بريم بي بريم سي بريم رباعي الأوجه زائد الحجم ديال المجسم أ بريم بي بريم سي بريم أ بي سي، تساوي إذا خدينا الحجم ديال الهرم أو أ بريم بي بريم سي بريم كيساوي الحجم ديال رباعي الأوجه أو أ بي سي ناقص هذا، إذا هذا نحول الطرف نغيرو ليه الإشارة ديالو أ بريم بي بريم سي بريم أ بي سي. الحجم ديال الهرم أ بي سي ولقيناه حسبناه هو هذا، إذا 4 جذر مربع 3 على 3 ناقص الحجم ديال هذا المجسم هو عطاوه لينا هنا 37 مربع 3 على 48، هنا غادي نوحد المقام 48 مضاعفة 3 3 إذا 16 ضرب 3 كتعطينا 48، إذا 4 جذر مربع 3 ضارب 16 على 3 ضارب 16 ناقص 37 جذر مربع 3 على 48، 4 ضارب 16 غتعطينا هي 64 جذر مربع 3 على 48 ناقص 37 جذر مربع 3 على 48، وهذا كتساوي 67 ناقص 37 هي 27 جذر مربع 3 على 48 سنتيمتر. إذا الحجم رباعي الأوجه أو أ بريم بي بريم سي بريم كيساوي 27 جذر مربع 3 على 3.
ثم السؤال الآخر، بين أن نسبة تصغير رباعي الأوجه أ بي إلى رباعي أوجه أ بريم هي 3/4. رابعا، نسبة تصغير هي، إذن اللي خدينا في بريم لا في و أ بريم بي بريم سي بريم تساوي ك أس 3 الحجم ديال الهرم، و أ بي سي ك نسبة صغير. إذا ك أس 3 كتساوي بي ديال أو أ بريم بي بريم سي بريم على الحجم ديال أو أ بي سي أو رباعي الأوجه. إذا في ديال أو أ بريم يعني الحجم هنا، الحجم رباعي الأوجه أو أ بريم سي بريم على ربع حجم ديال رباعي الأوجه أو أ بي سي تساوي، لأن هذا كتساوي لقيناها 27 جذر مربع 3 على 48، وهذا باش كتساوي 4، والآخر كتساوي 4 على 3، 4 على 3 جذر مربع، جذر مربع 3، إذا جذر مربع 3 4 على 3 كتساوي، إذا 27 جذر مربع 3 على 48. هذا ضريب في المقلوب ديال هذا ضريب 3 على 4 جذر مربع 3، إذا هنا غنختزلو جذر مربع 3، غتبقى عندنا 27 ضارب 3 على 48 ضارب 4، وهذه كتساوي 27، يمكننا نختزلو 27 ضارب 3، 48 هي 16 ضارب 3 ضارب 4، هنا غنختزلو ب3، غتبقى عندنا هي 27 على 4 ضارب 16 هي 64، وهذا 24 64 يمكننا نزيدها هي 27 هي 3 ضارب 3 ضارب 3، و14 هي 4 ضارب 4 ضارب 4، إذا هي 3 على 4، إذا 3 أس 3 على 4 أس 3 اللي هي 3 على 4 أس 3، ومنه إذا ك شحال هي 3 على 4، ومنه نسبة الصغير هي 3 على 4. وبهذا نكون وصلنا التصحيح ديال التمرين الخامس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.